انطلقت الشوط الأول للجيادة العربية الأصيلة المبتدئة بلقار علي سعيد علي النعيمي وحمد البوسعيدي في الانطلاقة من الجهة الخارجية تخطف الصدارة مطوي الشجاعة والفارس عبد الله راشد فالح الهجري بفارق الطول عن الجواد بلقار في الترتيب الثالث من الجهة الداخلية شوق عبد الله بن فيصل العطية وماركو سنة في الترتيب الرابع الجواد رقم 13 سبيريت لكس المين الجبري والشيتبان ميزور المنعطف الأول اتجاها إلى المنعطف الأخير والترتيب الخامس مطنوخ نورا ريسينج ليميتد وماركو كازامينتو تحركات للمستفز خليفة بن إشعيل الكواري وجيفرسون سميث المنعطف الأخير بالاتجاه إلى خط النهاية والصدارة لا تزال مع الجواد بلقارو من الجهة الداخلية وتعطى الإعازات مطوي الشجاعة والفارس عبد الله راشد فالح الهجري وتعطى الإعازات مطنوخ يتحرك من الجهة الخارجية والصدارة لا تزال مع مطوي الشجاعة بلقيرو في محاولة والمستفز ومطنوخ وبلقيرو مطنوخ نورا ريسينج ليميتد وماركو كازامينتو. ونتائج الشوط الأول أعزائي الحضور والجمهور الكريم جاء بالمركز الأول الجواد رقم 6 مطنوخ ملك السادة نورا ريسينج ليميتد والمدرب محمد غزالي والفارس ماركو كازامينتو مبروك بتوقيت وقدره دقيقة و 32 ثانية و 62 جزء من الثاني. في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 2 بلقارو ملك سيد علي سعيد علي النعيمي والمدرب محمد غزالي والفارس حامد البوسعيدي. وفي الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 1 المستفز ملك سيد خليفة بن إشعيل بن خليفة الكواري والمدرب جوليان سموت والفارس جيفرسون سميث. وفي الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 8 مطوي الشجاعة ملك سيد حسن بن علي حسن المطوي والمدرب محمد حسن المطوي والفارس عبد الله راشد فالح الهاجري. وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 7 ماجيب ملك السادة وذنان ريسينج والمدرب الباندميول والفارس سفيان سعدي. ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة وحظنا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ.